بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد معايا. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد السلطة تاع هذا المكون راكم تشوفوا فيه قدامكم، بيتغاف ولا الباربا. ماشي كاع الناس يبغوه، ماشي كاع الناس ياكلوه، باسكو كاين اللي يبان له الكو تاعه ماشي مليح وكل شيء. انا بيرسونيلمون ما ناكلهش كيكون في السلطة هكا مغلي ولا، ما يعجبنيش. الوغ ماما كانت تديره لي بهذه الطريقه، وانا بغيت نشارك معكم، بالك عسى انه يعجبكم ان شاء الله، ونتمنى ان تعجبكم وتروقكم. الوصفه نحتاجوا فيها البيطراف، هاولا كما راكم تشوفوا انا درت 4 حبات متوسطين، وانتم الكميه على حساب عدد الاشخاص او عدد افراد العائله كما تبغوا انتم. عندي قد 2 مغارف او ملعقه كبيره تاع الثوم. انا الثوم هذا جبته من المجمد، راكم شفتوا الطريقه تاعي في تخزين الثوم وتقشير تاعه. وبما انه مازلنا في الفتره تاع الاحتفاظ فيه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. اني استخدمت ملعقتين صغيرتين، انا هنايا 2 مكعبات، عندي فلفل اسود وكمون، خل، زيت زيتون والملح بالطبع. اول حاجه نديروها اننا نقطعوا البيطراف على شكل دي ولا على شكل هكا براج، ومن بعد نوريهم لكم. هكا قسمت الحبه على 2، ومن بعد نقطعوه هكا على بالي كاع تعرفوا تقطعوا بطراف شوالا، ما ترقوهش بزاف باش ما يتحركش معاكم بالخف. هكا بهذا السمك تقريبا، هكا بهذا السمك تقريبا. هاني كملت قطعت هذيك الكميه تاع البيطراف. كما قلت لكم البيطراف نعرفوا الفوائد الصحيه تاعه، سيغتو لصحاب الانيمي وكل شيء، فقر الدم مليح بزاف. وهذا انا قلت لكم كنت ما ناكلهاش، ما يعجبنيش، بصح ماما كانت ديره لي كيما هاك ولا يعجبني. نتبعوا برك معايا. هاكا رانا قطعناه، هاني حطيت المقله تاعي تحمى، دوك ندير فيها شويه تاع زيت الزيتون باش نبدا نقلي في البيطراف هو الاول. نهود البيطراف، ما نحطش الثوم درك في هذه المرحله، نحط غير البيطراف ونبدا نقلي فيه. هنا درت حوالي 4 مغارف كبار نتاع زيت الزيتون، ولا اللي يبغي زيت الزيتون يدير زيت نورمال، زيت الطاوله عادي. هكا ونقليه، نقعد هكا نقليه فيه واحد شويه. شوفوا اللون تاعه هنا يبدا يتغير، يبدا يروح للون فاتح. نستمر في التقليه تاعه حتى نشوفوه كيما هكا ولا اللون تاعه. نوريكم هذه عن قرب، شوفوا هنايا يولي فاتح جدا هكا. نستمر في التقليه تاعه واحد شويه. وهنا شوفوا بعد ما بدا يتكراميليزا شويه عندي، فتح لونه وبدا يتكراميليزا في الاطراف. نحط له هذاك الثوم، ملعقتين صغيرتين تاع الثوم هكا. نخليه شويه مع الثوم، نقص له النار دركا باش ما يتحركش معايا هذاك الثوم. ونبدا ندير له في الملح ولي زيتيس اللي كانوا عندنا. نحط الملح، الملح طبعا حسب الذوق، كل واحد كيفاش يبغي الملح تاعه. ونحط شويه فلفل اسود، وشويه كمون. كمون ضروري في هذه الوصفه، انا عندي كمون هنا شباب بزاف خضر غير كيما طحنته هذا. ونخلط المكونات مع بعض ونخليهم فوق النار ثواني فقط قد ما نحس الثوم تاعي طاب ما بقاليش خضر، ونحي ونطفي عليه ونوريكم شنو غادي ندير له. وهنا هاو عندي تقلى هذاك الثوم، نتكم ثواني فقط من وراء هذاك اللي نحطو الكمون، نطفو عليه دوكا، راني نقص له النار، نطفي عليه ونحط قد ملعقة كبيرة خل. هايا شوفو كيفاه يوصي، ونخلوه يتشرب هذوك النكهات شوية مع بعض، هو هكا حامي. ومن بعد نديروه في صحن ونخلوه يبرد
بنت نتلاقاو ونوريه لكم في صحن التقديم. وها هي السلطه تاعنا تاع البيطراف او الباربه او الشمندر، راها واجده معنا من اشهى ما يكون. انا ننصح بها اللي ما يبغوش ياكلوا البيطراف هكا، هذه وصفه ناجحه وبنينه، جربوها وان شاء الله راح تروقكم. مكوناتها بسيطه جدا وذوقها هايل، خصوصا اللي راهم يعانوا من مرض فقر الدم وما يبغوش ياكلوا البيطراف. انا ننصحهم بهذه الوصفه، تجي شهيه هكا. انا زينتها بشويه تاع المعدنوس وزينتها بالبيض مسلوق كما راكم تشوفوا، ورشيتها بشويه تاع الكمون. اللي يبغي ياكلها دافئه كمقبلة دافئة تصلح، واللي يبغي يخليها حتى تبرد تاني تصلح وتجي شهية. هذه هي وصفتنا. اذا عجبتكم ما تنسونيش باللايكات والتشجيعات تاعكم، واللي اول مرة يشاهدوني مرحبا بكم في داري، وما تنسوش تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.